ما إن نسمع بتأخر الإنجاب بين أي زوجين حتى يتم إلصاق هذه المشكلة بالمرأة عادة مجتمعياً، لكن قد يقف الرجل وراء هذه المشكلة. هل سمعتم مشاهدينا بالعقم عند الرجال؟ وأحياناً يسمى بتأخر الإنجاب، كثيراً ما نسمع عنه لكن لا يتطرق له كثيراً في الحديث الإعلامي. اليوم سنفرد ملف تفصيلي الحديث عن أسباب العقم عند الرجال وأحدث العلاجات المبتكرة مع ضيفنا الدكتور غسان التلاحمة، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم. حياك الله معنا الله دكتور غسان. أهلا وسهلا. أهلا دكتور غسان، نقول عقم ولا تأخر إنجاب؟ خلينا نسميه مشاكل في الخصوبة أو تأخر بالإنجاب. نعم. أحسن من كلمة هذه تعطي بارقة يعني أمل. نعم في بارقة اليوم حديثنا أمل. مخصص وموجه للرجال فقط. نعم بدي أحكي بس بشكل مبسط عن تعريف العقم بشكل عام. تعريف العقم هو عدم القدرة على الإنجاب، زوجين تزوجوا خلال سنة من الزواج، خلال هاي السنة عدم استخدام موانع، هذا بنسميه عقم أو تأخر في الإنجاب. طبعا بشكل عام 15% من الأزواج عندهم مشكلة في الخصوبة أو في تأخر بالإنجاب. بدي أحكي بالنسب بالتفصيل، ثلث المشاكل هاي بتكون بسبب الرجل والثلث الآخر بسبب المرأة، وفي ثلث مشترك بين الزوجين. يعني تقريباً النسب يعني متساوية. تقريباً النسب متساوية، فمش دائماً اللوم يعني يلقى على المرأة فيتجه الرجل إلى الزواج من امرأة ثانية دون أن يعرف أن المشكلة هي بالأساس موجودة. صحيح. للأسف إحنا عادةً هاي بتم تشخيص هاي المشاكل متأخراً بعد فترات طويلة من الزواج وتكرار المحاولات وكذا، فبكون تأخر في التشخيص. زي ما حكيت هي مشتركة بين الرجل والمرأة. بالسنوات الأخيرة زادت نسبة مشاكل الخصوبة عند الرجال بسبب عوامل بيئية، بسبب زيادة الوزن، بسبب التدخين. التدخين له تأثير سلبي على الحيوانات المنوية. حتى الدكتور السجائر الإلكترونية نفسه طبعا كل أنواع التدخين بشكل عام تشكل خطورة، لها تأثيرات سلبية على. والله دكتور حتى في دراسة أخيرة ذكرت بأنه تلوث الهواء يسهم في انخفاض معدلات الخصوبة عند الرجال والنساء على حد سواء. حتى موجات الميكروويف، موجات الواي فاي، في دراسات كثيرة على هذا الموضوع أنها بتأثر على الحيوانات المنوية. بشكل عام يعني تأخر الإنجاب عند الرجال في له أسباب بدي أحكيها بشكل عام. قد تكون بسبب دوالب الخصيتين. نعم. قد تكون بسبب اضطرابات بالهرمونات. نعم. طبيعة التغذية، تغذية غير صحية، زيادة الوزن، التدخين زي ما حكينا. بدي أحكي بشغلة مفصلة عن أصعب أو أعقد حالات التأخر الإنجاب. قبل أن نذكر الحالات دعني أسألك دكتور، بالنسبة لمشاكل الإخصاب عند الرجال نسمع كثيراً بأنه الشباب عادةً ما يلجؤون إلى ممارسة رياضة كمال الأجسام وما يتضمن فيها من مكملات غذائية مثل البروتين وغيرها من الهرمونات مثل التستوستيرون وغيرها. نعم. هذه فعلاً ممكن تضر بالخصوبة عند الرجل وتؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف جنسي ثم فشل. نعم 100%. للأسف أنه ممارسات اللي بتصير في الأندية الرياضية من ولا تخضع حتى لرقابة دكتور، رقابة علمية أو طبية، تتم من قبل ناس ما عندهم خبرة نهائية في موضوع الهرمونات. صح. بتلاعبوا بهرمونات الرياضيين بطريقة خاطئة. صح. معظمهم بالأخير بنتهي بأنه عنده انعدام بالحيوانات المنوية بسبب إعطائه كميات عالية من هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري. وبالمناسبة الهرمون اللي بيعطوه هذا مستخلص من الثيران أو من الأحصنة. صحيح. صحيح. هو ليس بشري. صحيح. له تأثيرات سلبية أكيد، مش بس على موضوع الخصوبة، على موضوع الخصوبة على الكبد، على الكلى. نعم. له تأثيرات سلبية، فيجب أنه يكون في الواحد حذر بهذا الموضوع. نعم. مش كل ما واحد يحكي له أنه أنا بعطيك هرمونات بتكبر العضلات، أوكي بتكبرها لفترة مؤقتة لكن مستقبلا بتأثر، بتعمل عجز جنسي، بتعمل. صحيح. ضعف شديد بالخصيتين وبالتالي العقم. نتحدث عن أصعب حالات العقم عند الرجال. نعم. أو تأخر الإنجاب هو اكتشاف ناس بتزوجوا بيكتشف بعد فترة أنه بتحليل سائل المنوي أنه هو في سائل منوي لكن الحيوانات المنوية في صفر
انعدام الحيوانات ويعيد يجي التقرير فحص مرة أخرى 0 0 0 بعيده أكثر من مرة بيكتشف أنه دكتور لازم صفر يعني صفر. 1 2 3 4 لا يعد هو ما في 1 أو 2 ممكن مثلا يكتب لنا بالتقرير أنه شاف عدد قليل من الحيوانات المنوية لكن أنا بحكي عن الموضوع أنه صفر وبصراحة هاي الحالات عم تتكرر كتير ومنشوفها بكثرة هاي الفترة إلها عوامل كتير إلها أسباب كتير زي ما حكيت العوامل البيئية إلها دور كبير اضطراب الهرمونات بس أنا بدي أقسمها بشكل عام عشان نبسط الموضوع إلى نوعين حسب السبب النوع الأول هو انعدام الحيوانات المنوية بسبب انسدادي انسدادي إيش يعني؟ الحيوان المنوي حتى يخرج من الخصية اللي هي المصنع اللي بتنتج الحيوانات المنوية ويوصل للمنطقة اللي بصير فيها القذف بده يمر بقنوات دقيقة جداً هاي القنوات قد تكون نتيجة التهاب سابق التهابات متكررة صار فيها انسداد في هاي القنوات وأدى إلى عدم وصول الحيوانات المنوية إلى المنطقة المطلوبة أو بسبب عمليات جراحية سابقاً زي اللي بيعملوا فتق مثلاً بالمنطقة هاي ممكن يصير انسداد بالقناة الناقلة أو استئصال ورم أو يعني عمليات بشكل عام أو نتيجة ضربة أو رد على المنطقة الحوض قد تؤدي إلى حدوث انسداد في هاي المناطق هذا السبب الأول السبب الثاني هو فشل المصنع اللي هو الخصية اللي في إنتاج السائل المنوي أو الحيوانات المنوية هاي صارت مشكلة وظيفية دكتور نعم هاي لها أسباب كمان قد تكون بسبب هرموني قد تكون بسبب أنه تعرض المريض وهو في الطفولة إلى إصابة فيروسية أو إلى حرارة عالية أدت إلى ضعف شديد في إنتاج الحيوانات المنوية وبالتالي ممكن دكتور يكون في التهاب قائم أدى إلى هذه المشكلة؟ لا بالغالب بيكون التهاب قديم صار ولم يعالج حتى لو عالج أصاب الخصية ولم يكتشف الأهل أنه مثلا مرض النكاف التهاب الغدة النكافية هذا بصير عند الأطفال إذا صار في فترة بعد البلوغ قد يحدث إصابة بالخصية وعادة الأهل ما بينتبهوا لهذه الإصابة قد يؤدي إلى ضرر شديد بالخصية وفي علاقة وطيدة بين الغدة النخامية ونفس الشيء هل التهابها ممكن يؤدي إلى هذا الضعف؟ الغدة النخامية موضوع تاني الغدة النخامية هي اللي بتفرز الهرمونات اللي بتنشط اللي هلأ ممكن يكون في عنا مشكلة بهذا الإفراز قد يكون في ضعف في إنتاج هذه الهرمونات أو زيادة عالية وهذا يدل على أنه في عندي ضعف شديد بالخصية حتى نحدد نوع هذا السبب انعدام الحيوانات المنوية لابد من عدة شغلات أول إشي السيرة المرضية بشكل مفصل نعرف المريض فترة بلوغه إصابته بأمراض سابقة تعرضه لعمليات جراحية تعرضه لأدوية تعرضه لإشعاع كل هاي الأمور لازم نعرفها فحص سريري دقيق ومفصل طبعا هذا لازم يتم عند طبيب مختص بهاي المواضيع عندما نقول مختص فالمختص هو جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة لأنه أكون صريحة معك البعض يخلط ما بينكم وبين الجلدية والتناسلية الجلدية والتناسلية هو اسم التناسلية هي نتيجة سميت سابقا تاريخيا لأمراض تناسلية قد تظهر بمظاهر جلدية صحيح. لكن بموضوع العقم هذا موضوع مختص في جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية والعقم عند الرجال قصة سريرية مفصلة فحص سريري دقيق فحص الخصيتين معرفة وجود قنوات ناقلة أو انعدامها في ناس عندهم هاي القنوات ولاديا خلقيا مش موجودة نشوف الهرمونات الهرمونات زايدة ممكن بكل بساطة أنه نعالج مشكلة الهرمونية ويصير في إنتاج من أول وجديد للحيوانات المنوية هل الأمل يتوقف دكتور على مدى وجود خلايا أم في السائل؟ هاي أنا بدي أعيد شوية أعطي بارقة أمل لبعض المرضى اللي كانت حالاتهم ميؤوس منها بحكي لك أنه أنت عندك حقم لأنه أخذوا عينة وما كان في خلايا أم خلينا بالتفصيل بدي أحكي عن بعدين المرحلة اللاحقة هي أنا بدي أخذ خزعة الخزعة 3 أنواع إما بالإبرة بأخذ بس عينة بالإبرة إما خزعة جراحية تقليدية أو المسح الميكروسكوبي أو الخزعة بالميكروسكوبي الجراحي كل واحدة إلها نتائجها لكن الأفضل واللي بتعطينا أمل أكثر اللي هي التفتيش أو المسح الميكروسكوبي أو الميكروسكوبي الجراحي طبعا هاي العملية بتأخذ وقت طويل يجب تحضير المريض بشكل جيد قبل العملية تحضيره كيف يعني نتأكد من هرموناته
نعطيه ادويه هرمونيه، نعطيه ادويه مضاده للاكسده حتى اذا كان في انتاج الحيوانات المنويه تزيد النوعيه. نعم. تحسن النوعيه. الاعشاب ممكن تعمل هاي التوازن الهرموني المطلوب مثل الجينسنج دكتور؟ لا، يعني هي تركيبه المضادات الاكسده فيها جزء من هالاعشاب بس. نعم. هي مش كل شيء، فلازم يكون في ادويه ثانيه. الهرمونات لازم نعطي ادويه هرمونيه حسب قراءات الهرمونات الغدة النخامية والهرمون الذكري، وبناء عليه بنحدد شو نوع الهرمون اللي لازم نعطيه. حكيت المسح الميكروسكوبي عملية دقيقة تحتاج إلى مهارة. الرنين المغناطيسي ما بيفيد بهاي الحالات. احنا اهم شيء عندنا تقدير حجم الخصيتين، وجود الانابيب الناقل للحيوانات المنوية والهرمونات. نعم. بدي احكي بالتفصيل عن المسح الميكروسكوبي أو الخزعة بالميكروسكوب الجراحي. عملية دقيقة تحتاج إلى ميكروسكوب جراحي يكون مكان مجهز بالميكروسكوب الجراحي، معقم أكيد. هذا المكان أو غرفة العمليات ملحقة بمختبر حتى يتم تفتيش عن بالأنسجة اللي بدي أخذها أنا، يفتش عنها بالمختبر. عظيم. عن وجود حيوانات منوية أو لا. بدها مهارة عالية، بدها صبر. نعم. بدأ طبيب مدرب على هذا النوع من استخدام الميكروسكوب، لأنه هو كونه تقنية حديثة. تقنية حديثة بتكبر 30 تقريبا 30 مرة عن العين المجردة. أنا من خلال هاي التقنية بحصل على نتيجتين. أول نتيجة أني نسبة إيجاد الحيوانات المنوية فيها بتكون أعلى من باقي التقنيات. يعني ممكن دكتور بتقنية ثانية يقول له دكتور صفر ويكتشف. نعم. إنه ممكن بخزعة عادية أو بإبرة يحكي لي إنه ما في حيوانات منوية، لكن أنا بالميكروسكوب الجراحي بفتح الخصية بفتح الأنابيب المنوية. هذا أمر مبشر دكتور. طبعا أنا بحكي إنه هو بعطينا بارقة أمل للحالات اللي كانت ميؤوس منها. تعامل كعملية صغرى؟ لا، أم هي إجراء؟ عملية لا كبرى، تحتاج إلى مهارات معينة وخاصة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مكان مجهز بهذه التقنيات. أكيد. وفريق فاهم شو اللي بيعمله. أكيد. لكن دقتها 100% نقول. يعني دقيقة إلى حد كبير جدا، نتائجها مبشرة، نتائجها أعلى من العمليات السابقة اللي حكينا عنها. مؤلمة دكتور بعد العملية يتوقع المريض إنه يعني هي ألم، يشعر من ألم خفيف، انزعاج بسيط ليومين ثلاثة وبنتهي، ممكن يرجع لعمله بعد 4-5 أيام، جرح بسيط جداً بكيس الصفن. الميزة الأهم كمان غير أنه أنا بكون نتيجة إيجاد الحيوانات المنوية أعلى، أني أنا ببحث بالميكروسكوب على أنابيب منوية متضخمة. عظيم. ممتلئة، بتكون فرصة إيجاد الحيوانات المنوية فيها أعلى. نعم. ببتعد عن الأنابيب المنكمشة المتليفة. نعم. وبالتالي أنا بحافظ على شغلة مهمة اللي هي بحافظ على أنسجة الخصية اللي بتلزمني لإنتاج الهرمون الذكري. نعم. فبكون الضرر أقل بكثير من الخزعات العادية اللي أنا بأخذ بشكل عشوائي، ما بعرف شو الأنسجة اللي بطلعها. في فئة عمرية محددة دكتور تفضلون هذا الإجراء لها، أم هي تصلح حتى لكبار السن؟ تصلح للي يعني اللي عنده مشكلة بالعقم أو تأخر الإنجاب ومهيئ لهذه العملية، ما في مشاكل. هذه دكتور تتطلب حديث تفصيلي أكثر، ولكن أنا متأكدة بأنه المشاهدين الآن ينتظروا ويسمعوا أحدث طرق العلاج. أكيد أكيد. يعني همه يقول لك أنا من جانب الغير إيجابي سمعت، لكن نعم. ما هو الجانب الإيجابي في الموضوع؟ الجانب الإيجابي بالموضوع أنه أو زي ما حكيت أنه إيجاد حيوانات منوية ولو في أماكن ممكن أخذت خزعات سابقة وتبين أنه الخلايا الأم مش موجودة فيها. نعم. لكن موجودة في أماكن معينة. عظيم. في أنسجة الخصية. عظيم. ظهرت معنا بالميكروسكوب، بعثت للمختبر اللي بجانبي اللي بكون ملاصق لغرفة العمليات ووجد فيها حيوانات منوية. لكن هذه التقنية إذا ما وجدت فهو فعليا ما رح يكون موجود خلايا أم ولا حيوانات. إحنا بالعادة العينة إذا لم يتم وجود لم يوجد فيها حيوانات منوية تبعث إلى مختبر أنسجة لتحديد نوع النسيج الموجود. قد يكون مثلا في كل هاي الأماكن لا يوجد خلايا أم أو فيها تليف شديد. نعم. بالتالي بتكون الفرص أقل من هاي. في نتائج بحكي لك أنه في عندي حيوانات منوية لكنها ضعيفة أو غير مكتملة أو فيها. نعم. تشوهات شديدة. هذا. نعم. بعطينا كمان أمل أنه نستمر فترة أطول بالعلاج، سنة سنتين، خلال هاي الفترة بنرجع مرة ثانية وبنعيد تكرار العملية وتكون النتائج أفضل في هذه المرة. دكتور هل من علاجات أخرى سواء بالأدوية سواء إجراءات جراحية
تبشر ايضا بانه يعني احنا تعود الخصوبه عند الرجل. احنا نتامل انه موضوع الخلايا الجذعيه يصير والبلازما دكتور، مع انه نسمع بانه مو هالامل بالوراء. البلازما تاثيرها بالخصيتين قليل جدا جدا، وما في دراسات ثابته تؤكد انه لها تاثير فعلي لموضوع الخصيتين، فانا ما بدي ادخل بهذا الموضوع لانه لحد الان ما في دراسة مفصلة بتحكي انه في نتائج ولا توجد حتى نتائج. لكن الخلايا الجذعية بكل الامراض بنعرف في امراض كثيرة عم بيشتغلوا عليها، نجحت حتى في السرطان، لكنها ما زالت قيد التجارب. ما بدنا نقطف ثمار يعني عملية لسه ما اكتملت حتى تنضج هذه الافكار وتطبق على ارض الواقع. دكتور، ادوية نسمع بانه عادة الاشخاص يبحثون عن الأدوية، يقول لك أنا مو حاب ألجأ للجراحة، فيبحث سواء عن أدوية هرمونية أو مثلا مضادات حيوية إذا كان عنده التهاب حتى تتعزز فرص الإنجاب. يلجؤون أحيانا إلى المكملات الطبيعية مثل العسل وحبة البركة وغيرها اللي نسمع عنها دائما. يعني أنا ما بدي أنفي إنها لها تأثيرات إيجابية أو سلبية، لكن يعني لابد من وجود الأدوية، بيعتمد على السبب. إذا عندي مشكلة هرمونية أنا بدي أحل هاي الهرمونات بطريقة معينة عن طريق الأدوية. إذا عندي مشكلة إنه في ضعف في الإنتاج، والله الحيوانات المنوية عددها قليل جدا، بعطي مضادات الأكسدة. تعرف مضادات الأكسدة هي مكملات غذائية، هي موجودة باللحمة، بالسمك، بخضار معينة، بفواكه معينة، موجودة مستخلصة وموجودة على شكل أدوية. هاي بتزيد فرصة إنتاج الحيوانات المنوية حتى لو كانت في مراحل متوسطة. لكن لا يوجد عقار ثوري. لا، عقار بشكل إنه أنا بحكي إنه هذا العقار بيعمل إنتاج حيوانات منوية لا يوجد. رح أسأل سؤال أخير دكتور، أختم في حديثي معك. نسمع كثير حالات رجل وامرأة تزوجوا لم يشاء الله لهم بأنه يتم بينهم إنجاب، لكن في حال إنهم افترقوا تزوجت تزوج، هي أنجبت هو أنجب، شو هي المشكلة يعني الخفية التي تقف وراء هذه المشكلة؟ خلينا أحكيها بطريقة. أو مثلا صبروا 20 سنة وفجأة صار إنجاب طبيعي. نعم، هذا طبعا نحن نحكي كل شيء بيد رب العالمين. صحيح، أكيد. زي ما حكيت بالبداية أنه 30% هي مشكلة تتعلق بالزوجة، 30% أو ثلث الحالات تتعلق بالرجل. بس نسمع يقول لك ما في مشاكل، وفي عوامل مشتركة، وفي 10% هي أسباب غير مفسرة إحنا مش عارفين. بيعملوا كل التحاليل، بيعملوا كل الصور، ما في سبب. قد يكون مثلا فترة الإباضة غير متزامنة بهذيك الفترة بالجماع، في أسباب كثير، أسباب نفسية بتأثر على الحيوانات المنوية، بتأثر على البويضات. فأحيانا نخلي 10% لأسباب غير مفسرة. أنا في نهاية الحديث دكتور غسان تلاحمة، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، شاكرة لك على ما قدمته لمشاهدين عوافي تحديدا الرجال اليوم على قناة التغيير من معلومات تقدم لهم أمالا واعدة بفرص إنجاب أعلى بإذن الله تعالى، والله لا يحرم اثنين. أكيد إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.